الأخ سأل أيضا عن جماعة التبليغ. حقيقة جماعة التبليغ هي من الجماعات يعني الذين لهم نشاط في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، في توجيه الناس، يطوفون كثير من البلدان، عندهم جرأة حقيقة في دعوة الناس، ربما دخلوا عليهم مثلا في بعض المراقص ووعظوهم وذكروهم في بعض الأماكن الفساد، ربما دخل بعضهم وذكر الناس ووعظهم وتأثر بعض الناس بهم، أحيانا يزورون الناس في البيوت ويكون لهم معهم نصيحة، فهم لهم نشاط موفق، فلا بأس بالخروج معهم، لكن ينبغي على الإنسان إذا خرج معهم وينبغي عليهم هم أنفسهم أيضا أن يحرصوا في الحقيقة على طلب العلم النافع، أن يحرصوا على العقيدة الصحيحة، أن يحرصوا على أن ينكروا على من عنده خلل في العقيدة، كالذين مثلا يطوفون على القبور أو يبنون المساجد عليها أو يدعون أهلها من دون الله أو عندهم خلل في العقيدة. ينبغي أن يحرص الدعاة جميعا سواء من جماعة دعوة التبليغ أو من غيرهم على أن ينصحوا أمثال هؤلاء. ينبغي أن يحرصوا أيضا على أن لا يتكلم الإنسان منهم إلا بعلم شرعي ونحو ذلك، وإن شاء الله تعالى أنهم على خير. أختي حنان.